السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد أحبائي على قناتكم طريق المستقبل. في هذا الفيديو إن شاء الله نحن نتحدث من الموقع الرسمي للحكومة الكندية Job Bank Canada ومن لا يعرفه. هذا الموقع فهو موقع حكومي يعني موثوق به 100%، وهنا الكنديون أو سائر يعني الأشخاص حول العالم إذا كانوا يريدون الذهاب إلى كندا يأتون إلى هذا الموقع ويبحثون عن الوظيفة الخاصة بهم حسب الدبلومات والخبرة يعني الحاصلين عليها. هذه الوظيفة فهي وظيفة لجميع الأشخاص، جميع يعني الفئات، بدون شهادة، لا يشترط الحصول على درجة أو شهادة أو دبلوم، وكذلك الخبرة لا توجد خبرة مطلوبة. سوف تتدرب، يعني هذا الشخص الذي يريد موظفين في المزرعة الخاصة به لا يريد منكم لا درجة ولا شهادة ولا دبلوم معترف به من طرف الدولة، ولا كذلك خبرة مطلوبة في هذا المجال، لأنه سوف يقدم لكم يعني مجموعة من التدريبات خاصة بهذه الوظيفة. وظيفة اليوم وهي وظائف قطف الفاكهة في كندا برعاية التأشيرة، يعني فابور. إلى تقبل الدوسي ديالك وكانوا المواصفات اللي طالب هذا الشخص هذا موجودين فيك، فما غتحتاج لا يعني ما تخلص حتى شي حاجة، فما عليك سوى ملء الاستمارة يعني طلب الزهر. إذا كان عندك الزهر فإن شاء الله راه غادي يصيفطوا لك ميساج وغادي يتصلوا بك وغادي يهضروا معك على يعني المتطلبات اللي طالبهم هذا الشخص هذا. غادي نحاولوا نقراو جميع المعلومات وعاد نوريكم طريقة يعني إرسال الملف الخاص بكم. وفي آخر الفيديو يوجد طريقة يعني إنشاء سيرة ذاتية كندية بالطريقة الصحيحة، فيجب عليكم أن تقوم باتمام الفيديو الى اخره لكي تعم الفائده. قلنا اولا الوظيفه هي قطف الفاكهه في كندا برعايه تاشيره، اللغه الانجليزيه، يعني ما تكونش يعني كتكلم اللغه الانجليزيه بطريقه يعني هائله، فقط بعض المعلومات عن اللغه الانجليزيه. التعليم لا يشترط الحصول على درجه او شهاده او دبلوم، وكذلك الخبره لا توجد خبره مطلوبه. سوف تتدرب، يعني سيقومون بتدريبك على ذلك العمل. مهارات محددة في زراعة المحاصيل وزراعتها وريها، تشغيل وصيانة الآلات والمعدات الزراعية، حصد المحاصيل، فحص المنتجات من حيث الجودة والاستعداد للسوق. المعدات والآلات، خبرة حصد الفاكهة، نوع المحاصيل، التفاح، فاكهة البستان، الكرز، يعني فاكهة البستان يعني أي حاجة تمت زراعتها في ذلك البستان. البيئة، موقع العمل فيه، الهواء الطلق، رطب مزعج، مغبر أو حار. ظروف العمل والقدرات البدنية، المهام المتكررة يعني يوميا، قطف وما إلى ذلك من المهام، الانحناء والانحناءات، ويعني الركوع، يعني ملي كتجي تقطف كيكون بعض الانحناءات باش تقطف داك الفاكهة اللي كتكون في الأرض أو داك الخضروات اللي كيكونوا في الأرض. الوظائف المتاحة، يعني خاصكم ضروري تبعوا دابا لأن عدد المناصب فهي جد محدودة. تقليم شجرة الفاكهة كاين 40 وظيفة شاغرة، جميع الفاكهة كاين 35 وظيفة شاغرة، حزم الفاكهة 20 وظيفة شاغرة، عمل مزارع الفاكهة، عمال مزارع الفاكهة 18 وظيفة شاغرة، وكذلك الحصاد فهي 45 وظيفة شاغرة. فما يجب عليكم إلا أن ترسلوا طلباتكم الآن سريعا. واجبات العمل، فرز الفواكه مثل التوت حسب الحجم واللون وصف قبل التعبئة، داكشي كيعلمو لكم هما، وزن الفاكهة وتعبئتها، نظف الحزام على فترات منتظمة، نقل التوت إلى الفريزر للتخزين يعني الثلاجة، تنظيف وصيانة جميع منصات التعبئة وما إلى ذلك، يعني من الأعمال التي ستقوم بها إن شاء الله إذا قاموا باختيارك حسب الملف الخاص بك. متطلبات أخرى، مطلوبة رفع ثقيل، يعني تقدر ترفع واحد الأوزان وما إلى ذلك، القدرة على العمل لساعات طويلة، القدرة على العمل في الهواء الطلق، حصد المحاصيل، مساعدة في تقليم الأشجار والشجيرات والنباتات. المزايا كذلك، سيتم توفير الإقامة مقابل 30 دولار في الأسبوع، يعني غتخلص فقط 30 دولار في الأسبوع، ويمكن توفير دعم إعادة التوطين مثل
أجرة السفر وما إلى ذلك جنبا إلى جنب مع الأشهر الثلاثة الأولى من التأمين الطبي إذا لزم الأمر. جميع المزايا وفقا لقانون معايير التوظيف في كندا. من يمكنه التقديم بالطلب؟ نرحب بأي شخص للتقدم بما في ذلك الأجانب، ولكن سيتم الاتصال فقط بمن يشعر صاحب العمل أنه مؤهل للوظيفة. نشكرك على اهتمامك بهذه الوظائف ونتمنى لك التوفيق لجميع المتقدم. خاصكم تسطروا على هذه المعلومة. نرحب بأي شخص للتقدم بما في ذلك الأجانب، ولكن الأجانب يعني انتوما خارج كندا، ولكن سيتم الاتصال فقط بمن يشعر صاحب العمل أنه مؤهل لهذه الوظيفة. مكان الوظيفة كندا يعني عامة، فئة الوظيفة الحيوانات والأرض والبيئة، نوع الوظيفة دوام كامل، الراتب 18 دولار للساعة، 18 دولار غيخلصك هذا الشخص للساعة. وكذلك الآن سنقوم يعني بالتقديم، طريقة التقديم، انتبهوا معايا. تقدم لهذا الشاغر يعني هذه المهنة الشاغرة، الاسم الكامل، قطع على الاسم الكامل ديالك، البريد الإلكتروني الخاص بك اللي انت خدام فيه اللي خدام به بروفيشنال يعني ايميل، الهاتف ديالك اللي انت خدام به، وخطاب المقدمه. شنو هو خطاب المقدمه؟ وهو كدير فيه الاسم ديالك والنسب ديالك والعمر ديالك والمدينه اللي ساكن فيها والمهنه اللي كتزاول والدبلومات، الا كان عندك دبلومات حاصله، ما كانش عندك دير غير النيفو ديال الدراسه ديالك وما الى ذلك من المعلومات، عازب، متزوج وما الى ذلك من جميع المعلومات ديالك باللغه الانجليزيه. هنا تحميل السيره الذاتيه، تحميل السيره الذاتيه وهي اللي غادي تشوفوا في اخر الفيديو ان شاء الله. الا قمتم باتمام الفيديو تتعلموا طريقه انشاء السيره الذاتيه، واللي عنده يحملها مباشره تشوز فايل وغادي تضغط هنايا باستخدام هذا النموذج، فانك توافق على تخزين ومعالجه بياناتك بواسطه هذا الموقع. يقدم وتقدم ويتم يعني التوصل، غيتواصلوا معك ان شاء الله في حين يعني صاحب العمل يعني عجبته السيره الذاتيه ديالك، عجبوا التقديم يعني الرسالة اللي قدمتي لهم إلى ذلك من المعلومات، ويقوموا بالاتصال بك إلى كنت يعني حاصل على جميع يعني جميع الشروط، مستوفي جميع الشروط اللي كيطلبها داك رب العمل. كنتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش دعموني فقط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل جديد. نشوفكم فيديو جديد، تهلا في راسكم وبسلام عليكم. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could put it in a sheet. Cause time moves on, and now you're gone. You, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could put it in a machine. Cause time moves on, and now you're gone. You, I can't forget you.
you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you.